السلام عليكم. شو بدي زاد رانا ولينا نتكلموا فنيك على البطوله الاسبانيه، بطوله اللي فيها شفنا كيفاش المقابلات القويه، مقابلات المشهوره امام فرق عند فرق عريقه في اسبانيا، فرق اللي عندها تقاليد توها، عندها الشخصيه تاع اللاعبين توها، عندها شخصيه تاع مدربين، تشوف فنيات في اللعب، تشوف كل مدرب ويقدم كل ما يملك في المقابله، وخاصه هذه المقابلات الاخيره اللي تشوف اللاعبين تحسب اللي راهو في بدايه الشامبيونا، في بدايه البطوله، وين تشوفهم يمدوا كل ما يملكوا باش يجلبوا انظار لهم في لي ماناجير والتحويلات. خاصه وين شفنا اليوم اشبيليا ينهزم امام ليغانسي بهدفين، شفنا كيفاش هدفين في الشوط الاول مده 20 دقيقه كانوا مسجلين زوج اهداف، خاصة ليغانسي اللي دخل المقابلة بكل قوة، وين خادع إشبيليا في معاقل في المعاقل تاعو، وين عرف كيفاش يفوز، في عرف كيفاش يسجل عليه، عرف كيفاش يحافظ على المقابلة النتيجة تاعو في الشوط الأول، عرف كيفاش المدرب ماروريسيو اللي عرف كيفاش اللي يحافظ على النتيجة بالتغييرات في الشوط الثاني والشوط الأول، خاصة الشوط الأول في العشر دقائق الأخيرة، وين شفنا ليغانسي كيفاش عاود رجع في الشوط الأول ورجع للوراء حافظ على النتيجة باش يخرج النتيجة هدفين لصفر ويدخل المرحلة الثانية كما نقولوا احنا بقوة. دخل شفنا كيفاش دخل، رغم أن المدرب كومينو كابروس كومينو اللي عرف دار تغييرات، عمل كل شيء في الشوط الثاني، وين دار تغييرات بدل الخطه تاعه، وين شفنا كيفاش لعب، قدم نقولوا حنايا التغييرات اللي دارهم من اجل التسجيل، خاصه وين شفنا دخل مهاجمين، دخل لكن بدون نقولوا بدون نتيجه. شفنا كيفاش الشوط الاول يوسف ناصري اللي سجل في الدقيقه، ناصيري اللي سجل في الدقيقه الثامنه، مارتين اللي عرف كيفاش يسجل في الدقيقه العشرين ويخادع بها، وشفنا كيفاش شفنا فانيك شفنا اهداف ضائعه من طرف ليغانسي ليوسف ناصيري اللي عرف كيفاش يسجل في الدقيقه الثامنه، مارتين اللي عرف يسجل في الدقيقه العشرين، شفنا اوسكار رودريغيز اللي تفنن في تضييع الاهداف، خاصة الشوط الاول الشوط الثاني، راتيو اللي فانيك شناه كيفاش ضيع اهداف، خاصة نعطو علامة كاملة لإيفان الحارس تاع ليغانسي اللي انقذ المرمى تاعو بكل شجاعة، وهو اللي كان له الحظ الكبير كيما نقولو حنايا 70% الفضل يعود للحفاظ على النتيجة وهو الحارس. وشنا كيفاش من جانب إشبيليا، وشنا كيفاش كانت المقابلة، عملوا كل شيء، وخاصة وسام بدري لروكي فانيك مايسا ماركو جورج خوسيس نافاس لفانيك، هذو تفنوا في تضييع الأهداف رغم أن الفرص اللي جات عندهم، رغم أن التغييرات اللي دار المدرب غير لهم الخطة غير لهم، لكن بدون جدوى أمام مدرب محنك تاع ليغانسي ماوريسيو اللي عرف كيفاش يوقف كل هجمات كل خطوره في وسط الميدان في الدفاع، عرف كيفاش يحسن الدفاع تاعو، وهذو هما المقابلات الكبيره، المقابلات اللي قدموا كما نقولوا حنا مستويات حسب الامكانيات تاعهم حسب اللعاب اللي عندهم، تشتيلا يعطيك فرجه في الميدان، صحيتو ربي يحفظكم. ليغانسي اللي عرف رغم ان الهجمات اللي كانت، وعرف كيفاش اوسكار اللي سجل الهدف في الدقيقه 82 اللي خادع بها قتل كل احلام تاع اشبيليا، بعد ما شفنا اشبيليا كان الشوط الثاني كان مسيطر وين لعب بصح شتيلا، ليغانسي عرف كيفاش ماروريسيو المدرب عرف كيفاش يحافظ على النتيجه، عرف كيفاش يلعب لي كونتر اتاك، شفنا كيفاش وين شفنا اوسكار روديغيز اللي عرف كيفاش في الدقيقه 82 يخادع بها، شفنا تسمى الشوط الاول شفنا زوج اهداف، الشوط الثاني شفنا الهدف واحد من طرف ليغانسي، اليوم ليغانسي عرف كيفاش يقري ماشي يقولوا قري، عرف كيفاش يحافظ على النتيجه تاعو في الشوط الاول والشوط الثاني، عرف كيفاش يسجل في وقت حساس وين يقتل كل احلام تاع اشبيليا، هذه هي البطوله، هذه هي المقابله، شفنا فيها ثلاث اهداف في الميدان، شفنا متعه وهي المتعه هي الاهداف، متعه كره القدم وهي اهداف، شفنا ثلاث اهداف وهذه هي البطوله الاسبانيه.